اهلا وسهلا بكم في قناه شهيوات نجمه. وصفتنا اليوم هي بانكيك. في المقادير عندنا كاس الحليب، كنعبروا كاس العنبه، نص كاس الزيت، جوج بيضات، جوج معالق سنيده، كاس ونص ديال الدقيق اللي سبق وغربناه، ساشي ديال الخميره من فئه 8 غرام، و سكر فاني، ساشي ديال الفاني. فواحد الاناء كندوزو نخلطو المقادير ديالنا. كنبداو بالبيض، نهرسو البيضة الاولى، البيضة الثانية، كنديرو جميع المقادير في وقت واحد، ثم كنضيفو الحليب. نص كاس الزيت، ثم جوج معالق سنيدة، والفاني نقدروا نعوضوه بحكة ديال الحامض او الليمون لحسب الذوق. ثم دقيق، ثم الخمارة. انا كندير النص ديالها لان هادي عندي فيها 16 غرام. نخلطوا المقادير كاملة بسباتول في الاول، تتمزج لينا جميع المكونات. ثم نخلطوا الخليط بالباتور. بعد ما خلينا الخليط ارتاح شويه، كندوزو نطيبو لي بانكيك. كندهنو المقله، انا كنستعن بهاد المقله العجيبه، كندهنها دهنه خفيفه، ثم كنطيبو بانكيك. كنملؤو الدوائر ولكن ما نعمرهمش بزاف. بعد ما كينشف لينا البانكيك على من الوجه، كنقلبوه، كنخليهم حتى كيتحمروا. كنستمروا في طياب البانكيك حتى كنكملوا الخليط اللي عندنا. صدقوني هاد البانكيك راه كيجيو زوينين، تقدر تيجيو عندك الضياف اقل من 10 دقائق توجديهم. سريعين ولذاذ. بعد ما كملنا لي بانكيك، ها هما كي كيجيو، كيجيو محمرين وزوينين. كنزينوهم بالشوكولاط على شكل خطوط، تقدري تزينيهم بالكراميل او تاخدي وحده مع وحده وتلصقيهم بالشوكولاط ولا الكراميل. كيبقى التزيين اختياري. ونزينهم من فوق بليزاموند ايفيلي او اللوز مهرمش ولا الكاوكاو.